المكان علي ساعة 2:30 و7 دقايق. ميشيل واقف على الرصيف ومعلق تليفون على خصره وعم بيوقف العالم ويطلب منهم يدلوا صديقه من قبر شمون على علي. شو معقول يكون الضرب اللي محضره ميشيل؟ مدام راس الجبل بعيد من هون. عم زبط خطوط التليفون وفي موظف قال صار براس الجبل، كيف بيقدر يوصل لهون؟ كله انا بالسوق. ايه طب في مجال بس دليه كيف بيوصل الطريق اللي بيخد عمله معروف؟ الو لا هو سامعك، انت ما بتسمعي، هذا خط داخلي للشركه، هذا ما بندفع له. اذا انت بالجبل حد السامبوزيوم ضلك نازل دغري بالطريق لحد بنك بيروت والبلاد العربيه عند البقعه، وضلك روح على الشمال قريب للسراي مثلا، اتصل على السراي من السراي. ما ينسى يجيب معه الكفتة، جات الكفتة لأنه بدنا نتروق كفتة. ايه؟ عم تعمل شي مقلب يعني؟ تعلي صوتي. شفت الكاميرا؟ ليش بعقد؟ قل له يسأل بقبر شمون وين طريق اللي بتوصله على علي. انت اسال وين طريق اللي توصلك على علي من قبر شمون دغري على علي. قبر شمون على علي هو باول السوق هون ناطرك، وخليه يجيب لي معه علبه دخان من تبعي، هو بيعرفه، وجيب له علبه دخان من اللي بيشربون هو، وما ينسى اللحم بعجين. اللحم بعجين بعد، واذا مش جايب العده يرجع على الشركه يجيبها لانه في علبه. ايه في العده، العده اذا مش جايبها معك روح على الشركة جيبها معك مشان تشتغلوا هون. ماشي. ابتسام شو صار معها دخلت؟ ابتسام شو صار معها؟ مش عارف والله. قال ماتت اختها. ما بعرف. ماتت اختها لابتسام، عرفت عم؟ عرفتها لابتسام؟ ما بعرف. بتصور على الكاميرا الخفية على الام تي في. والله لا. برنامج كيف لي معك. وهيدي كاميرا كمان فوق. هيدي شو عملت فيه مقلب؟ مفكوك هيدا. معقولة عم تحكي على تليفون البيت على خصرة؟ بس عمل لها هيك هاي الكاميرا. طيب في مجال بس اللحم بعجين ما يخبزون من خبزهم هون؟ اللحم بعجين اخبز له اياها. لا لا يجيبها معه، يجيب معه جوات نحن بنخبزهم هون. ما بدي اخبز لك انا. مش كل مرة يعمل لي مثل ما عمل هذيك المرة، قال له بلا رب الرمان لانه بدنا نخبزهم على بدنا نخبزهم على الكاميرا الخفيه على الام تي في. شفتها هون. قل له كيف هلا هو بيسمع؟ ايه هو بيحكي. انت ما بتسمع، هو سامع. قل له قبر شمون، قبر شمون بيجيك عيناب شملان سوق الغرب على لا عين الرمانه، عين الرمانه بعدين علي. ايه وقل له عمل معروف اللحمه بعجين يجيبهم بالجاط. يجيب اللحمه بعجين بالجاط. ايه بلا لهيدا مشان الارسال. قل له اللحم بعجين بالجاط ما يخبزهم، رح نخبزهم بعلي. ما تخبزهم، رح يخبزوهم بعلي. وماري تسكر تمها وما بقى تفتح تمها، وما بدي اسمع صوتها لانه من الصبح بتقول لي واصل وبعد ما وصل. ايه ماري تسكر تمها ما تفتح تمها، وإذا بتفتح تمها بعد فتحة أنا فرجيها شو بدي أعمل فيها. بضيع لأن تب ما بضيع. لا تركيه بيروح الإرسال هيدا. كيف بده يروح الإرسال ومنك حاطه أصلا ومنه مضوى يعني؟ ما إيه مع البطارية هيدا، كيف بده يضوي؟ كيف بيضوي؟ ما مش مبين ولا رقم ولا شيء يعني. حبيبي شو هيدا على الحطب أول شيء؟ على الحطب شو؟ امشي يعني. حجر يعني هيدا بوصله أنا بشريط دغري. إذا بتمسكي هيك وسحبي وإذا أنا جيت فيه هيك وطلعته لفوق على أول طابق حد الكاميرا الخفية ما بيصير فيه بقلبه باور؟ يدي له بايلوت سوق الغرب بعدين بتوصل علي. لا في عين الرمان يعني هو سوق الغرب عين الرمان في له شو قصنا أنا؟ قولي له إنه ما يفوت لا شمال ولا يمين دغري. إيه بضل جاي دغري. أسامي الضياع؟ لا اتركيه للإرسال، اتركيه للإرسال. قبر شمون؟ بعدين بيسور سوق الغرب. ما في باي ذا واي؟ سوق الغرب علي. ما في قبل عين الرمانه؟ خي عين الرمانه من بعد سوق الغرب هيك جاي على طريق علي. ايه بالطلب. وقولي له منى ما يجيبها معه يعمل معروف. منى ما تجيبها معه لانه امبارح بتعرفي شو عملت؟ بتعرفي شو قالت عن مرت خيو امبارح؟
قالت لا هو سامعك هو سامعك هو سامعك هذا خط داخلي ما بندفع نحن للشركة هذا شركة التليفون قلي له امبارح قالت لها لمرت خيو شو قال لها ما تقلي له قلي له قال لها خبرها خبر شو شخصني انا علي قلت لا بس عملي معروف قلي له بس بعد مرة انه لانه انا ما عم بحكي معه قلي له منى خبرت مرت خيك كل شيء منى خبرت مرت خيك كل شيء وقال وعم تحكي عنك بظهرك وعم تحكي عنك بظهرك بقفاك يعني مثل بعض بقفاك ايه وانا ما كان قصدي الا شيء لمنى بس هي مرت خيه خبرت ايه هو ما كان قصدي ما كان قصدي الا شيء لمنى ما كان قصدي شيء الا لمنى بس شو بده منى لك منى اصلا منى مش لاله قولي له منى مش لاله طيب منى مش لالك منى للكاميرا الخفيه معموله للكاميرا الخفيه ما يكون في كاميرا خفيه هون لا ما في كاميرا خفيه قولي له منى مش معموله لاله ينساها اوكي انساها لمنى وخلي يحكي مرت خيه هي بتعرفه على رشا هي بتعرفه على رشا رشا بتلبق له قليل ورشا بتلبق له انا عم بقول له شو بتلبق لك بعطي شيء ايه شو بعد بعد بدك تعلي ايدك هيك وتقولي باي باي لمي للكاميرا الخفيه فوق على الام تي في ايه اذا مريض بتحتمنا بدي احطها على الكاميرا الخفيه على الام تي في شفتها وينه ايه وهي وحده فوق كمان عم بقى الخط معلق